مرحبا. الدورة 16 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون اختير لها هذه السنة أن تنطلق من المدينة المتوسطية ياسمين الحمامات. هذه الدورة عكست تعلق والتشبث مبدعين ومخرجين من مجالات مختلفة ومن أماكن مختلفة في المنطقة العربية بتونس، هذا البلد الضاربة جذوره في التاريخ. نشكر تونس شقيقة وأنا من المغرب وإحنا أشقاء وحبايب، فتونس دايما كريمة، كريمة برجالها، كريمة بنسائها، كريمة بإعلاميها، كريمة بكل شيء، وهي مقر بيت العربي ألا وهو الاتحاد إذاعة الدول العربية الذي نتشرف أن يكون في المغرب وفي الدول المغربية. وبصفتي رئيس اللجنة الدائمة للبرامج التلفزيونية، فمجيء إلى تونس يكون تقريبا مرة ومرتين في الشهر. ففيما يتعلق بتنظيم هذا المهرجان والذي سيصبح مهرجانا عربيا إعلاميا سنويا في هذه المدينة، فهو بطبيعة اختيار ممتاز وصائب، ويعطي إشعاعا لهذه المدينة العريقة، الحمامات الجميلة بفنادقها، بطيبة برجالها ونسائها، وبكل من ساهم من قريب أو بعيد في إنجاح هذه. وأخص بالذكر التغطية الواسعة، وبصفتي كإعلامي من التلفزيون المغربي فأرى أنه مجهود جبار، وأن الإخوان الإعلاميين يقومون بكل ما يستحق هذا المهرجان العربي وهذا الملتقى العربي الإعلامي من تقدير ومن جهد إعلامي. الحمامات مدينة جميلة جدا، وهي درة البحر الأبيض المتوسط في تونس الخضراء. الحمامات مشهورة بمنتجعاتها السياحية، وقد كان المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في طبعته 16 فرصة لكل الزوار من كل صوب وحد، خاصة من الوطن العربي، للتعرف على هذه المدينة الجميلة السياحية التي فتحت أبوابها عريضة لكل الزوار واستقبلتهم. وبطبيعة الحال تونس مضيافة وشعبها مضياف. وجودنا اليوم بجانبكم، إلى جانب التلفزيون التونسي، إلى جانب الشعب التونسي، هو عبارة عن علاقة صداقة مع تونس، وعلاقة حميمة جدا كمان معكم أيضا. وإن شاء الله هالبلد بتعمر، وإن شاء الله المستقبل بيكون ناجح للجميع، وبتضلوا موجودين بالعالم العربي كالنجمة، نجمة الحضارة ونجمة الثقافة ونجمة السياحة. والله تونس أنا أعرفها من زمان، وكل ما لها ما شاء الله يعني بتلم، هي بيت يلم العرب كلهم، وما يعني من البلاد اللي ما أشعر فيها بغربة حقيقة يعني. فتونس أهل العرب كلهم وبلاد العرب كلهم. الحقيقة تونس من أحلى وأجمل البلدان العربية. أنا صار لي تقريبا من أكثر من 20 سنة أزور تونس، وما أرتاح إلا في تونس. هدوء، أمن وأمان، الشعب الطيب الكريم، الخضرة، جمال الشواطئ الموجودة جميلة جدا جدا جدا. فأنا يعني لما أجي إلى أي اجتماع أخذ فرصة أن أجي قبل الاجتماع حوالي 4-5 أيام، بعد الاجتماع 2-3 أيام، على أساس أخذ راحتي في يعني السياحة في تونس. يعني لا شك بأن تونس يعني بلد، عندما أسموها تونس الخضراء أنا لم أكن أتخيل بأنها ستكون خضراء، لكن حقيقة هي خضراء بشعبها، خضراء بأرضها، خضراء بطيبة شعبها، وخضراء بهذا الدفء الذي استقبلنا بالكثير من الحميمية التي من الصعب قد نجدها في مكان آخر. تونس جميلة، بلد جميلة في كل شيء.
أقيمت بمناسبة الدورة 16 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ندوة هندسية حول التطورات التكنولوجية بحضور خبراء عرب وأجانب ولتدارس وبحث مجموعة من المواضيع ذات العلاقة بالقطاع السمعي البصري وأهم القضايا المطروحة في المشهد الإعلامي العربي. هذا الورش اللي حضرنا له في يعني قبل دقائق واللي كان موضوعه الاهتمام بالإنتاج المشترك بين الدول العربية والدول الأوروبية، وكان الموضوع أو النموذج اللي اشتغلنا عليه هو نموذج أنتر ريفز يعني بين الضفاف، اللي تتطرق لعدد ديال المواضيع اللي تتهم يعني المنطقتين يعني الشمال وجنوب البحر الأبيض المتوسط. وهدف هذه السلسلة هو التعرف على مواضيع تهم الجانبين ولا سيما كيفية العمل المشترك، أي هناك في هدف للتدريب، هدف للتعارف بين الصحفيين والمخرجين، هدف بين مسؤولين الإنتاج ومسؤولين البث في قنوات، وأخيرا العمل على تأثير على يعني المتفرجين وتعرفهم بالعالم العربي وبالعكس أيضا. الانترنت هو فقط نموذج لكي نجعل من صورتنا، ولكن بالاحترام بعد ما حضرت هذه الندوة أنا أشوف أنه هذا الحوار العربي الأوروبي تجاوز ظرفية الولادة ولادته، وأصبح الآن يمثل بالنسبة لي وعي سياسي رفيع ومرتفع لتغليب الحق الإنساني الكوني في العيش بين الضفتين، بين إنسان الضفتين. وبالتالي كانت طروحاتي في هذه الندوة طروحات قوية، حاولت أن أنقل هذه التجربة من مستوى القضايا الإنسانية الضيقة بين الضفتين إلى قضايا معاصرة تمس وجودية الحق الإنساني في التعايش بين الضفتين. الندوة كانت مهمة جدا، والأعضاء اللي كانوا مشاركين كانوا على مستوى أكثر حتى من الخبراء، معلوماتهم قيمة وصحيحة، وكان المفروض أن نكون إحنا أكثر من الدول العربية مشاركة للاستفادة من هذه المواضيع في السنوات القادمة إن شاء الله. هي مبادرة لقيت استحسان المشاركين والحضور في الدورة 16 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، تم من خلالها تكريم أعضاء لجان التحكيم الذين عملوا على امتداد أيام ولساعات طويلة في مشاهدة وتقييم مختلف البرامج المرشحة للمسابقات. اليوم شعورنا كثير كويس على هذا التكريم. إن شاء الله كل مرة نشارك مهرجان اتحاد إذاعة الدول العربية. أنا شاركت هذه اللجنة الثانية، لجنة الدراما، وإن شاء الله يعني بتمنى يكون دائما تونس مزدهر، وظني جدا من تونس مبسوطين فيها. هذا المهرجان هو فرصة جيدة وممتازة لتبادل الخبرات، للاحتكاك مع الخبرات الأخرى من بقية الدول العربية في سبيل النهوض بهدف المهرجان، وهو النهوض بالإنتاج السمعي والبصري للتلفزيونات العربية كافة إن شاء الله. حقيقة هذه تجربة ثرية في المهرجان العربي لإذاعة والتلفزيون في الحمامات بتونس. نشكر اتحاد إذاعة الدول العربية ومؤسسة تلفزة في تونس، وطبعا كان في جهد لمدة 5 أيام من التحكيم بذلوا فيها جميع الزملاء في اللجان
الأربعة جهدهم للتقييم بموضوعية وحيادية في هذا المهرجان العربي المحفل الذي نفتخر به. هذا التكريم يتجاوزني ليشمل كل الزملاء في مؤسسة التلفزة التونسية بدون استثناء، بذلوا جهدا كبيرا في مختلف الاختصاصات، في الانتاج، في الديكور، في التصوير، في التقنية، في كل الاختصاصات، في العمل الصحفي، في الانتاج، في البرامج، في كل. فأنا نحييهم لأن هذه الدورة فعلا كانت دورة متميزة بفضلهم، ومساهمة التلفزة التونسية كانت مساهمة مشرفة، وأنا كنت في لجان تحكيم أخرى وسبقا شاركت في المهرجانات الأخرى، وأعرف أن هذه الدورة متميزة بحق. وأقول أيضا أنه المستوى الإبداعي للتلفزة التونسية على الرغم من الصعوبات الهيكلية التي نعيشها داخل مؤسسة التلفزة التونسية، فأنه المستوى في مراتب متقدمة. أشجع زملائي وأقول لهم إلى الأمام، فنحن دائما نبدع لفائدة هذه المؤسسة الكبيرة. والله بكل إعزاز وفخر أن احنا تلقينا تكريم من اتحاد إذاعات الدول العربية، وأنا بفتكر أن هيئة يعني لها وزنها، فحينما أكرم من مثل هذه الهيئة وسط الجمهور العربي، وسط خبراء العرب من محكمين ولجان تحكيم ومشاركين، نفتكر أنه ده شرف لي وشرف لبلدي السودان. سعدت جدا بهذا التكريم وهذه اللفتة بعد مجهود مضني، نقول لك صباحا مساء وفي الليل ويوم الأحد، وإحنا نشتغل على مشاهدة العديد من الأنواع، يعني برامج أطفال، منوعات، وثائقيات، غمضات توعية، يعني كل أشكال العمل، أعمال تلفزيونية كانت في اللجنة متاعنا، كانت أعمال متميزة تطلب منك الدقة باش تكون منصف يعني في إسناد الأعداد. إن شاء الله يكون وفقنا في هذه التجربة، وإن شاء الله يكونوا الفائزين كما تمنيناهم. الحقيقة احنا بذلنا مجهود كبير قوي كلجنة تحكيم من مشاهدة الأفلام وتقييمها، وكان لازم نلتزم الحيادية في كل الأعمال الحقيقة، والحمد لله يعني توفيق أولا من عند ربنا، وإن شاء الله تكون النتائج كلها وتكون كل الأعمال الموجودة مش بس المصرية، العربية كلها يعني تنال جوائز بإذن الله. من المدينة المتوسطية ياسمين الحمامات، شاهدتم هذا العدد من عين على المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون. تتواصل مواكبتنا غدا إن شاء الله.